لا حل للتطرف إلا بالمصالحة مع الذات، لاعتبار غياب النقاش والحوار في العائلة، كذلك عدم مقدرة توجيه الخطابات خاصة الدينية منها. كما يعتبر وجود الرفض القاطع بلا مبررات وبدون حجج منطقية سببا كبيرا في عجز المجتمعات وتطرف أفرادها. لهذا لا حل للتطرف إلا بمعالجة النفس وتقبل أخطائها كي يساعد في تقبل أخطاء الآخرين، كما يساعد تصحيح النفس نحو ما هو منطقي على تكوين فكرة مسالمة لتقبل الأفراد وأخطائهم وسلبيتهم. كذلك يساعدنا تفتح مخيلتنا على تكوين عالم جميل خال من التطرف، عالم مليء بالحب والإنسانية. خلافنا لا يعني اختلافنا.